سينما اليوم افلام كثير حلوه، كثير محمس لي على افلامنا اليوم. حلو انه الواحد يكون يعني يتمتع بالفيلم. ثانك يو بروديوسر لانه الافلام اوكي بوشو فيه. ايه ثانك يو زويا. بس يعني حلو الواحد يكون عم يعني بيعرف يحضر الفيلم. يس انه يعني عادة بالكتب بنقول تو ريد بتوين ذا لاينز، بالموفي لتشوفي ما وراء هالشاشة الكبيرة. أيه. يعني انه هلا اذا ما قطشوا لك كثير من المشاهد. ايه رح نحكي عنها هيدي بأول فيلم، حسب أي أول فيلم رح نبلش. شو رح ناخذ أي أول فيلم؟ First movie is going to be ناطرين الصورة عنها. The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street، هيدا اللي بنبلش فيه. بلش بالقلب ولا بلش بالخبرية؟ لا بلش بالقلب، معلش. بهيدا الفيلم وقت رح تروحوا تحضروه بصالات السينما، الكل بلبنان كان عم يتناقش بهالقصة، اللي هي إنه الفيلم مدته عرفتوا ثلاث ساعات، رح تحضروا منه ساعتين ونص. عدد كثير كبير من المشاهد كانوا عم ينشروا بهذا الموضوع. نسبة كثير كبيرة، نص ساعة. نسبة كثير كبيرة، ولقلك ليه بتنهري وقت تظهري بالفيلم؟ يعني ما تخليك رح تغير بالقصة تبع الموفي. ايه مش ممكن. في كثير ناس حيظهروا من الموفي حيحسوا انه اتس اوفر ريتد، لأن مش حتفهموا كيف ترابطوا كل الأحداث بالفيلم، هيدا من وراء المشاهد يلي كانت عم تنشال. فالأمر يلي عن جد بيزعلي كاتيا، هي مشاهد قوية. ريجاردلس، تما انا اليوم وقت الفيلم بده يكون ريتد، يعني ما قصدي هلا فش خلقي، بس انه لان عن جد تنقهري وقت موفي يكون ريتد وانه بيقولوا لك ما في تحت هيدا العمر، لانه فيه مشاهد اباحيه، لانه فيه كلمات بذيئه، طب انه ليه بدك تشيل يوم؟ اوريدي نبهت العالم، يعني ما اليوم اللي عم بيشوفوه على الكيبل تي فيز، في كثير قصص فيهم يحضروها، يعني انه ما وهيدا سينما منه تي في. حمايه الفرد مش حتكون اذا شلت له هو المشاهد، يعني هيدا سينما، يعني انت بدك تقرر تروح تحضر. شيلوا قصه الموفي، فهون حق عمين يا يعني، ما هل كان لازم نحضر الموفي بصاله السينما هيك من شيء؟ بعدين انك تعمل رقابه وانك تشيل مشاهد من الفيلم بدون ما تاثر على مسار القصه، شغله كثير صعبه، يعني شغله بدها اديتنج من اول وجديد، والشغل ما بينعمل. يعني التريلر يلي حنشوفه كاتيا، في مشاهد بتشوفيها ابدا ما بتقطع بالموفي، يعني مثلا انتم عم تحضروا الفيلم في مشاهد بنص الفيلم من شيله، يلي هي انه طب كيف كبر هالزلمه؟ لنخبركم اول شيء القصه، بنرجع بنكمل لكم انه ليه مش مترابطين. يعني القصة هي اتس بيست اون ترو ستوري، ذا وولف اوف وول ستريت، بتحكي عن جوردن بيلفورد يلي هو احد الاشخاص بالولايات المتحده يلي عملوا ثروات طائله من وراء التداول بالبيني ستوكس تحديدا. هلا اول شيء مع ليوناردو دي كابريو، لان في كثير رح يحضر اول شيء كمل هيك وبعدين عم نبقى نشوف. طيب واذا ليك مارتن سكورسيزي هذا المخرج، ايه كمان لا تكمليهم يعني، بس لا لا ليوناردو رح يروحوا اكثر. ايه يعني ليوناردو اليوم بهالسنه مع ذا جريت جاتسبي وهذا الموفي بعتقد واز جريت يير لليوناردو. يعني فذا وولف اوف وول ستريت هو في منه كتاب كمان، اتس بيست اون ترو ستوري. بحال هون شخصيته بتشبه شوي جريت جاتسبي كشخصيه، يعني ايه بس الفتره الزمنيه هون نفس الشيء، نفس الشيء يلي هي الطريقه اللي بيتعامل فيها مع العالم، نفس النظره ونفس اداء سلس مع الناس، يعني بيخلق الثقه معهم. فاليوم هالموفي بيحكي عن هالشخص يلي كان بوول ستريت ويلي بيتمكن بفتره وقت كثير قصيره وعمر كثير صغير انه يكون عنده الشركه تبعه يلي من خلالها بيكون عم بيحقق ثروات كثير كبيره، ثروات طائله، يعني عم نحكي هون مصاري 22 مليون بثلاث ساعات، يعني لاعطيكم فكره صغيره قد ايه كان عم يعمل مصاري. واكيد مع هالعظمه اللي وصل لها في المشاكل اللي بده يكون عم يتعرض لها من ناحيه التحقيق المالي، من ناحيه اذا كمان بدكم تبيض اموال، سكامز اللي بيصيروا بالاسواق العالميه من ناحيه البورصه، يعني كيف اوقات بيعملوا بلافينج بالسوق، بيغشوا السوق ليعملوا مصاري بعد اكثر. ف هذا كله من بعد البلاك مونداي ويرجع وقف. ايه يعني كمان الفيلم بيركز الوقفه دغري منا هينه ابدا ابدا، لان الفيلم بيركز شوي كمان على الكاركتر تبعه، يعني الفكره الاساسيه من ذا وولف اوف وول ستريت مش انه كيف عامل مصاري وخسرهم، يعني انا هيك شفتها اتليست، هي بتشوفيها اكثر الكاركتر تبعه لهيدا الشخص اللي اليوم بعده عايش ويلي اليوم بيعطي هو دورات تدريبيه من ناحيه سيلز، يعني بيعطي كوتشنج عن كيف لازم تكونوا عم بتبيعوا، لان الامر يلي كان يعمله ليوناردو دي كابريو بهالموفي، يعني اما جوردن بيلفورد هو اصعب امر ممكن تكوني عم تعمليه من ناحيه المبيعات، يلي هن نحن بنقول لهم هارد سيلز كولز، عم بتلفني لشخص على التليفون ما بعرفك ولا بتعرفيني، عم بيعك بما يعني اتس سيلز عم بعملها من دون ما اتعرف عليك بارقام ماليه كثير كبيره كلها على التليفون. سو هول هن اصعب انواع سيلز ممكن تكوني عم تعمليهم، وكيف اذا بدك تكوني عم بتعلمي غيرك يكون عم ببيع بنفس الاستراتيجي، ها بتصير بعد اصعب، لانه يمكن انا الكاركتر تبعي هيك، بس لعلمي كيف بدك تبيعي اتس نوت ذير. وهي تخيلي انه هالستراتيجي منشال من الموفي، ليش ما بعرف، بس انه اتس نوت ذير، ما انا بالفيلم فايت فيها شيء مشهد ما انا بالفيلم، يعني ما بتعرفوا كيف كبرت الشركه وقت هذا الموفي، ما بتعرفوا كيف تمرنوا هول العالم، ما بتعرفوا شيء من كلهم. ايه بس هيك بتشغل خيالك،
شغلي خيالك بس ما كنت تصير موفي دايركتور بهالطريقة. ايه تصيروا انتم تكتبوا حتى تصيروا تكتبوا عنهم بدل الرايتر والاديتور تبع هالموفي البروديوسر يعني. خلينا نشوف تريلر. جوردن بيلفورد. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? No, fugazi. It's a fake. Hey, fugazi, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money tape your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? But watching you bring home. Oh, my God. FBI, any kind of booze you might want. No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, you're good, about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. Stop. Okay? Safety first. Safety obviously. Is safety is God. First. We don't want to get a bad reputation. من بعد هي تحول لولفي يعني. هيدا وولفي. they call him Wolfy in the movie كمان. enough is never enough. yes إذا بدك يعني في تركيز أوقات يعني حتى بالريفيوز إنه في greed في جشع يعني بالموضوع. the greed هون is very similar ل Al Pacino ب Scarface. it's very similar ل Gordon Gekko يلي كمان بيذكروا بهيدا الموفي يلي هو عنده مايكل دوغلاس يعني بيمثل الموفي وول ستريت مع تشارلي شين القديم ورجعوا كملوه بول ستريت 2 يعني مع شايلا بوف. فذا جريد از ذير يلي هو على كل بيقول لك فاست فاني اند ريماركبلي فيلثي. يس ات از فيلثي يعني ما انه يعني الجو يلي بفوتوا فيه ويلي اول بوس علموا عليه لحتى يفوت يعني بالاجواء اجواء فساد يعني اجواء رح سوي لك اياها بغير طريقه، رح سوي لك اياها بغير طريقه، إذا اليوم كاتيا أنت عم تشتغلي تحت ضغط 24/7، نحن بنعرف أسواق التداول أوكي ديران 24/7 حسب الماركتس يعني بيسكر بأمريكا في عندك بدك تعطي عذر يعني ما عم بعطي عذر بس يعيش بالكباريات لا ما عم بعطي عذر، ما في شيء مبرر بس عم سوي لك شوي الكونتكست موجود أوكي. فيه يعني فعندك هالستريس عم تشتغلي بأنه سمعته بتريلر على 26 سنة كان عامل 40 مليون يمكن شيء هيك وما كان كثير ساتيسفايد فيهم لأنه يعني كان في يعمل بعد أحسن يعني at 26 انا هلا عم بوصل ل 26 يعني فبام نادغن كم مليون فالفكره انه ستريس ضغط يو شود ستي فوكست و سو طبيعي هيك بيصير مشنج كله اذا بتشربي 9 فنجان قهوه بنهار واحد بتصير مشنجه مش عم بقول انه حتصير هلا ليوناردو رح ياخذ كل او اكثريه الكريدت على التمثيل بس الفيلم ككل هو فيلم كثير قوي يس وحتى الكاست اللي معه يعني الممثل قوي تصوير كثير حلو يعني رح ياخذنا على اجواء كثير حلوه مارغريت روبي ذاتس نيم لازم نبلش نحفظه مارغريت يس بتكون مرته لليوناردو دي كابريو بهذا الموفي ما كثير بنعرفها من افلام سابقه ان فاكت مصري استراليه من اجمل الممثلات اللي ممكن تكون عم تشوفها مغروم فيها طالع مغروم لا مش من غرام كثير بلا شوي لا اعترف بلا شوي بس كيف قبلت مرته بهالاجواء يعني وكانت يعني دائما سبورت له اي ذا كريدت كارد واز دوينج جود جوب المصريات كانوا معوضين لمرحله معينه طيب فيلم ثاني ايش رح نشوف بعدين ذا رايت كايند اوف رونج
هون كمان بدنا نشوف شو الصح وشو الغلط. بس هون رومانتيك فيلم، كنديان رومانتيك فيلم وكوميدي كمان، لما شاب بيجلس هون بالمطعم بينغرم بالعروس يلي بتكون المفروض انه تتجوز بنهار عرسها بينغرم فيها وبدو يعمل كل شيء لحتى اللي يحصل عليه. يعني فيلم هون اخف شوي بس كمان حلوه، اوقات افلام يلي هيك خفيفه وفاني، مع انه مع ليوناردو رح نكون عنا كتير مواقف كوميدية يعني. ايه فيه يعني، مش انه كل وقت حتقعد ستريس على في انه حيخسر هالمليون ولا حيربح هالمليون يعني. لا it's a fun story. It's a fun story. بس خلينا نشوف The Right Kind of Wrong. The Right Kind of Wrong تفق بعالم السينين، هم نقولون هولي chick flick movies، بيكونوا popcorn movies كمان معروفين، ما نكون بس عم نحكي عن chick flick يعني اللي you're very sexist today. بس كمان السينما الكندية كمان لحتى اللي توصل بدها طريق توصل للماس. True. اكزا يلي هني هول يعني الأفلام لايت كوميدي سموث ما كتير بيتعبك يعني، وفي قصة حب لتنشأ بين البطل والبطلة يعني. لأنه هل رح يلتقوا بنهاية الموفي؟ بنشوف بالتريلر بيبين. What's it called? Whysock.net. In the digital age, every private life... Your wife wrote that blog, right? ...is public property. My friends back home won't believe I met you. And every breakup... What does Leo think of all of this? Oh, he's still never read it. ...is breaking news. Writing a blog does not make you a writer. Next month, Random House is releasing Why You Suck, the book. Dad wanted us to come over until you don't watch Julie on TV and want to kill yourself again. I never wanted to kill myself. Leo's other worst trait was unrealistic dreams. Things that would just take hold of him all of a sudden. Absurd things. Impossible things. For the first time, I just knew. You want to get a coffee sometime? This is my wedding. We all have baggage. Wasn't your wife the chick who wrote the blog? X. Bro, that's gotta hurt. I met someone. Granted, there are obstacles. I hate it when we are apart. He's harmless, just annoying. He's a failed writer. To retaliate would be like punching a puppy. She's way too interesting to be with that. Lawyer, Olympian, Camp for Kids founder. Beautiful things that seem impossible happen every day. He doesn't deserve you. You know nothing about Danny or me. Sometimes you just know about a person. This stems from what? A snap judgment based on physical attraction to a married woman you don't know. But then I researched you. I followed you. I spied on you. I came to your work. And that snap judgment totally stands. Show her something you can do. I'm gonna do that. You have a crippling fear of heights. The dishwasher. Isn't he afraid of heights? Oh. I hate that you read all those things she wrote. We're all wrong for someone. The Right Kind of Wrong. If I were 20 years younger, I'd do you. That is the nicest thing the mother of anyone I've loved has ever said. حبانا. فيلم مهضوم فيكم تشوفوه بالسالة المدنية. رح ننتقل لفيلم بعد أتقل من The Wolf of Wall Street. تعرفي هلأ على طول بتلاحظوا إنه هيك بتصير أتقل هول الفيلم دسمين بيصيروا، لأن كل ما نقرب يعني بين آخر السنة وأول السنة الجديدة يعني بين ديسمبر وجانيوري أغلبية الأفلام كتير مهم تكون عم تنزل، لأن بيكون في عنا الأكاديمي الأوسكارز سو كل هول بيشوا بهالفترة آخر شيء بتلاحظ هني أكتر شيء بيكونوا نومينيتد يعني. فأجمل فترة تكون عم تحضر فيها أفلام يعني وبتستمتع فيهم عن جد. حضرنا كذا فيلم على مدى يعني الوقت عن البتلرز اللي بيكونوا مسؤولين عن ما بعرف قصور عن مع أشخاص كتير مهمين وبيكونوا عندهم حياة هيك يعني خفية نوعا ما، ولكن هن بيكونوا سبورت أو بيكونوا عندهم حياة كتير مهمة وكتير فاعلة بالمجتمع مع السكوت اللي بيكونوا فيه ومع العمل يعني الوضيع نوعا ما اللي بيكونوا عم يعملوه. وهذا المرة البتلر رح يكون كتير غير عن كل البتلرز. In fact هيدا based on true events، أكيد في قصص منها بتتغير يعني طبعا مثل كل الأفلام وقت تترجم يعني. فا in fact هالفيلم هو بيحكي عن سيسل جينز يلي هو بيكون هالبتلر يلي كان عم بيخدم بالبيت الأبيض.
فبس المرحلة اللي بيقطع فيها على مدة 34 سنة كان يعني 8 وحتى قطع عليك عدد كتير كبير من رؤساء الجمهورية يعني عندي كينيدي نيكسون مش هنسميهم كلهم يعني بس ولليوم ولليوم هو كان فل استقال يعني بس كان بعده عايش وقت تم انتخاب باراك أوباما. فالفكرة اليوم من وراء هالموفي هو بيكون عم بيحكي عن حقبة تاريخية كتير مهمة كاتيا يلي كانت عم تصير بالولايات المتحدة يلي هي وقت كان في بعض هالعنصرية اللي كانت كتير موجودة بقوة بالولايات المتحدة. والأحداث اللي رح يكونوا عم بيدوها بالفيلم هو كيف رح يكون سيسل جينز يلي هو بيمثل إذا بدك نوعا ما طبقة من الناس اللي اجوا من ساوث أفريكا يلي يعني من حيالة دولة أفريقية يلي كان عندهم شغل مأمنين حالهم كان وضعهم أحسن من وضع أهلهم من قبل سو هن كانوا مكتفين بهذا الوضع وبالمقابل كل شيء بيصير نسبة لأنه exactly وبصير همه أولاده يعني هو بس بده يأمن أولاده سو إذا شغله عم بيقدر يأمن فيه منهم كل حاجات أولاده هو بيكون مكتفي وبالمقابل اللي حيكون في الثاني خط اللي هو خط الثورة اللي كان عم بيصير من civil rights movements اللي كمان قطع فيها منعرف أكيد دكتور مارتن لوثر كينج يلي كان أبرز الأشخاص نعرفه يعني اللي كان عم بيطالب بحقوق المساواة بيناتهم وكيف رح يكون عم يتأثر سيسل جينز اللي بيكون عم بيعيش مثل إذا بديك مفصل بين حياته العائلية حياته العملية بين الثورة اللي عم بتصير برا وهو صار جزء من هالنظام يلي عم بيأمن إنه هالرئيس الجمهورية اللي حيجي اللي حيحقق هالمساواة ولا يعني مش كل مرة كان موعود exactly. كل مرة كان موعود إنه ومأمن إنه yes. هالرئيس الجديد يمكن الرئيس اللي مرق ما قدر حقق له هالمساواة الرئيس اللي بعده راح يحقق له المساواة 100% والنقطة اللي بيركزوا عليها شوي هو انه راح تشوفوا في كونتراديكشن كتير كبير يعني في اختلاف كتير كبير بين هالكاركتر وبين ابنه اللي بيكون موجود عنده بالبيت يلي وبين هو التفكير الإيجابي يلي معقول يعني exactly. يوصل انه هو كان كتير إيجابي وبين انه التفكير الإيجابي دايما ما بيوصل لنتيجة المطلوبة The revolution is good يعني الثورة هي إيجابية الثورة يلي كانت مسالمة لأن كمان رح يركزوا كتير على نقطة peaceful revolution يلي حتقطع بجملة كتير واحدة بيكونوا قاعدين بمحل عم يعملوا training camp كتير صغير The Black Panthers بيكون اسمهم مع ابنه فوقت بيحس انه النمط يلي ببلشوا انه بدهم يتبعوه على اساس انه بدهم يبلشوا movement ليقدموا خدمة للمجتمع ببلش يروح بطريقة شوي فيها عنف بيترك ان هي ليفز هلا وقت تقول فورست ويتكر اصلا دغري بتروح لموضوع العنصريه لانه يعني بكثير من الافلام فورست ويتكر مثل كانه والسليفري السليفري لانه يعني مثل كانه هيدي الدعوه تبعيته يعني بهالعالم بعالم تمثيل وعالم السينما انه يكون عم بحط الاصبع على هالجرح يمكن لما ترجع تنعاد لانه يعني في اشياء بتبقى راسخه بالفكر قد ما تتقدم سنين وقد ما يعني يوصل للمساواة ولكن بتضلها هيك بتضلها موجوده باللاوعي يعني وحتى يعني هلا تتفكر من 34 سنه يعني مش من زمان فترة اليوم قريبة. امريكا يلي هو الانسان وين ما كان كثير مهمه بالنسبه لها يعني بامريكا وبرات امريكا من 34 سنه بس او اقل كمان كان في عنصرية هالقد قويه اليوم باراك اوباما رئيس جمهوريه سو هالفرق اللي كثير كبير ان فاكت بس بعرف بدنا نقدم تريلر بس نقطه كثير مهمه نقول انه هالفيلم كثير رح يكون عم فيكم تقارنوه مع 12 years a slave يلي هو هذا الموفي بعتقد هالاسبوع بيصير بسالات السينما 12 years a slave يلي كمان بيتناول موضوع العنصريه واخر نقطه انه اوبرا وينفري كمان بتمثل بهذا الموفي رح نشوفها I'm Cecil Gaines I'm the new butler. You hear nothing, you see nothing. You only serve. You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House. I want to hear all the stories. I don't know how many stories you're going to hear because they done swore him to some kind of secret code. I'm so proud of you. Did you go to an all-colored school, Cecil? I didn't go to school, Mr. President. I grew up on a cotton farm. Get back to work. Don't you lose your temper with that man. It's his world. We just living in it. About time you go ahead on your own. You looking for some help? He done broke our window. He done stole our food. And now you asking for a job? I know how to serve. They say this new white boy's smooth. I am thrilled to be working with all of you over the next 4 years. Dr. King. What do your daddy do? He's a butler. Young brother, the black domestic played an important role in our history.
Something special is going on down here, Dad. Miss Bridget? I know your son is a freedom rider. Turn the bus! Everybody out! No, I never understood what you all really went through. You changed my heart. There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches. You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you. This country treats us like dogs. And I'm not president. You need to go. What? Get the hell out of here! I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. Everything you are and everything you have is because of that butler. هلا لمجرد ما اكون كمان في اوبرا وينفري بالفيلم بيعطيه مصداقيه معينه ايه يعني ما معقول كيف بدك فيه مرايا كاري يعني ما بتزبط مرايا من بعد اوبرا لا يعني مهم نكون سوري مرايا بس باي دور مرايا كاري ماشي اتس سمول رول يعني اوكي مش هالدور الكبير اساسا ذا باتلر بالسينما مش مقطش اتس ماست واتش لازم تحضروه رح انتقل لعند ستيفاني بونجور بونجور كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه بونجور الي بونجور كاتيا ينعاد عليكم ما بعرف اذا بعد بدنا نعيد بس نحن بلشنا ناكل سلاد بولدان والله بس انا شفت عم تعملوا سلادات مهمه جوينج هيلثي اليوم مارون بده يعمل سلاد انديف مع روكفور اكيد بس نقول انديف في روكفور وفي كمان نجاس مع بورتو وولنات سلاد عادي سلاد انديف مع روكفور مش معقول شو كمان؟ بس هولي بعد شوي بدنا نحكي عن الحبق مع رندا فهد واليوم كمان عندنا مارك بيروتي ايكو وكمان عندنا اكيد كوكينج بدي اعطيكم المقادير بعد شوي عم تروحي على السينما؟ سلي مدة ما رحت اي هلا لازم بحلقش لي هلا شفتهم قلت كنا عم نحكي مع رندا انه في فلومي لازم نحضرهم اوكي مايك ويل دان يلا